خليهم يعملوا يلي بدهم اياه. مهما حاولوا قالوا غير يلي بيكتبوا ربنا ما بيصير. ومكتب لك تكون سلطان السبع اقاليم. وما في حدا بالكون في واقف بوش القدر. شو ما قدر لي لسه يا درويش؟ رب العالمين شو كاتب لي بهالحياة؟ شايف حياتكم كلها نور، وكمان شايفك سلطان عظيم. وبإذن الله رح تمر كل هالغيوم السوداء على خير. طول الليل قاعد عم راجع الدفاتر القديمة وعم عاين الحالات المشابهة لحالة مولانا. منيح، وشو صار معك؟ إلك البشارة يا سلطانة، الوضع مانو مخيف للدرجة اللي قالوا لك عنها. أنا لقيت طريقة، لقيت دواء ممكن يشفي مولانا. الحمد لله. وشو هو هالدواء؟ هذا الدواء مفيد ومصنوع من مجموعة أعشاب، وفي أكتر من حدا أخذ من هي العشبة وشفي من مرضه. يا الله، الحمد والشكر لك يا ربي. الحمد لله اللي استجاب لدعائي. إسحاق أفندي، أنا مستعدة للي بدك إياه. أمنيتي الوحيدة إنه مولانا السلطان يتحسن ويتعافى يا سلطانة. أنا نفذت أوامرك يا مولاي السلطان، وحكيت مع السلطانة قسم، وهلأ هي مفكرة إنه في دواء معجز رح يشفيك. عظيم. أنا ما بدي إياها تضل مزعوجة ومقهور علي، وبدي إياها تضل مبتسمة دائما. يمكن هذا الدواء ما يشفيك، بس هذا الدواء مفعوله كتير قوي، رح يخفف من أوجاعك ويخليك تضل واقف على رجليك. أنا بعرف تماما إنك حكيم ماهر، بس يمكن أنا بحاجة لدواء أقوى. يا ريت لو كان فيني أعمل لك دواء أقوى يا مولاي. شكرا، فيك تنصرف مولاي السلطان. كل خطوة رح تخطيها. أنا متأكدة إنك رح تكون حاكم كتير قوي وكمان عادل. وبإذن الله أنا رح أكون جنبك، ما رح أتركك. ناطرنا مستقبل رح يكون كتير حلو. أنت بتهتم بشؤون الدولة وأنا بربي ولادنا. منعيش السعادة قسم. صدقيني، انتي انتي يا قسم اول واكبر انتصاراتي. Thank you.
والشكر. الله استجاب لدعائي أنا وياك. حكيت مع الحكيم إسحاق وقال لي إنه مرضك له دواء. أنا ما قلت لك يا قسيم، من شان هيك لبقى تزعلي حالك وتتوتري من شاني. أنا ما بحبك تزعلي. يا الله لو تعرف قديه كنت خايفة، بس هلأ كتير مبسوطة. لا لا تخافي علي، وبإذن الله رح أخلص من هالعلة. اسمعيني، أنا قررت أني زوج السلطانة دلبر من داود باشا. بدي منك تهتمي شخصيا بالموضوع. بركي هالعرس بيكون نهاية للهم والمشاكل اللي عم نمرق فيهم. مو معقول، أنا فكرت رح أتزوجها من خليل يا مولاي. إيه صحيح، بس دلبر بالصدفة شافته وحبته وإجت وطلبت مني إنها تتزوجه، وأنا ما فيني رد لها أي طلب. شو قلبك طيب وبتحب تزرع البسمة على وجوه الناس. الله يعافيك ويخليك فوق راسي. أهلا وسهلا بالسلطان، شرفتونا يا مولانا. أهلين فيك يا محمد أفندي، أنت صايغ ممتاز والكل بيشهد لك. من شان هيك إلي عندك طلب. أنا بأمرك مولانا السلطان. ناوي أقدم هدية مميزة للسلطانة قسم، تكون حلوة وما في مثلها وبكل الدنيا ما لها أي مثيل، وتكون من أغلى الأحجار الكريمة. بس الموضوع بيضل بيني وبينك، فهمت علي؟ رح أعمل شوية تصاميم وبجيب لك ياهم خلال كم أسبوع، تختار اللي بيعجبك ومن بعدها. لا كتير هيك يا محمد أفندي، معك كم يوم لتسلمني ياهم. مولاي هيك ما بيمشي الحال. مشكلتك مو مشكلتي، لازم تورجيني مهارتك وتثبت لي إنك أهم صايغ. قديش قوي يعني هذا فيني قاتل فيه. شوف تعلم كيف انا عم ساوي هيك وهيك وهيك. شايف الاولاد قديه فرحانين، طاير عقلهم بالهدايا. هلا اجى دور هديتي قسم، يلا تعالي معي. تقبل بالسلطان أحمد ابن السلطان محمد زوجا لموكلتك على مهر قدره 100,000 ذهبية؟ أقبل. تقبل؟ أقبل. تقبل؟ أقبل. هل تقبل بالسلطان قسم بنت عبد الله زوجة للسلطان أحمد خان كونك وكيلها؟ أقبل. تقبل؟ أقبل. تقبل؟ أقبل. وأنتم أيها الشهود هل تشهدون على ذلك؟ نشهد. هل تشهدون؟ نشهد. هل تشهدون؟ نشهد. بناء على شهادة الشهود فقد أتممت كتب الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا الزواج ميمونا مباركا، واجعل بينهما إلفة ومحبة وقرارا، ولا تجعل بينهما نبذة وفتنة. أنا عتقتك يا قسم. اللهم آلف بينهما كما آلفت بين آدم. صرت حرة من اليوم. ما فهمت شو؟ هذا كتب كتابنا يا قسم. أنا تزوجتك. أحمد، مو معقول أنا ماني مصدقة. تبئ بين النبض والنبض لتدق ساعة لا عودة. Thank you.
اللي عم بتقوله أحمد؟ أنت رح تتحسن. الحكيم إسحاق لقى لك الدواء. أحمد، خديني على حديقتنا. انتبهي تدوسي هنيك. اه
كيف اجيتي لهم؟ لأنهم جابوني بالقوة، جابوني للسلطان، سلطان الختيار والسمين. لازم روح فورا قبل ما ياكلني مثل الباقيين. لا تخافي، طول ما أنا جنبك ما حدا بيقدر يأذيكي أنستازيا. كل شي بلش بهالمكان، بهالحديقة. بس أكيد ما رح ينتهي. ضل عايش من خلال وجودك بقلبك وبقلوب أولادي. لا تزعلي ولا تعلني علي الحداد. أنا عشت حياة كتير حلوة بفضلك أنت. أحمد لا تحكي هيك، أنت رح تتحسن. بتعرفي يا قاسم شو اللي مزعلني؟ اني ما رح اقدر احقق احلامي، بس انتي موجوده واحلامي اللي ما حققتها انتي رح تحققيها. من دونك الاحلام ما لها معنى وما لها روح. بغيابك رح كون عاجزة وجناحي مكسور، وما رح يكون عندي قوة، رح كون ضعيفة. بغيابك ما رح أقدر أعمل أي شيء. تقدري؟ ما بقدر. بلا بتقدري. نمتك قاسم. أنت مو بس لي، انت للكل يا عمري، لكل المحتاجين والفقراء. احمد للسلطانات والدولة العليا بأمانتك. وشاستر عيناش تونورانو مارغاريتا رينيانو كيلامون لنا هنا، كيلامون لنا هنا. Τόσες φορές τα μάτια μου Μαργαρίτα ρένια μου
استاذ.